السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارح فاش كانت الجولة ديالي مع هشام الملولي وكانت الكومبو ديالي مع هشام الملولي، صراحة اليوم غادي نعاود لكم التفاصيل ديال ديك الكومبو، وغادي نفضح لكم كيفاش كيتعامل هشام الملولي في الحياة ديالو. بالعموم انا ما كنتش باغي نفضح بحال هادشي، ولكن هشام الملولي ملي خرجت معايا مضاربة زنقاوية وخليتي فيا لامارة، فانا من حقي انني انا رد الثأر ديالي. انا سيدي البارح كنصون عليا الشكح بحال هكذا، شويه دوز لي ملولي، قال لي ملولي دوز عندي بحال هكذا باش تكون باو انا وياك. كيتسحب لي واش انا غادي نخاف، فالغد لي بالفعل اللي هو البارح مشيت لعندو، مشيت للمارينا وانا نصون عليه، يعني ما بغيتش نمشي عندو حتى للدار، غادي نتسمعني مهجم عليه، يعني يقدر يطيح لي الباطل ولا شي حاجه. نورمالمون هو حقد عليا، انا ما خليتش منبر صحفي ما قلتش داكشي اللي دار ليا. مشيت حدا مارينا ونصون اللي بغيت تجي عندي اجي. فبالفعل جات لعندي صافي، قال لي صافي مشينا للكومبر، طلعنا في السياره ديالو انا والصديق ديالي منيم الزروالي وعز الدين الطباخي، بقينا غاديين. بدا هو كيعربط عليا وانا كنعربط عليه في اللايف، ماشي مشكله شي بلا ما نهضر عليه. المهم وصلنا المكان اللي بغينا نديرو فيه الكومبر، شكح دار اللايف وبدا كيقول بان نزار باغي يدير الكومبر. هادي مادي تخيلوا معايا كاع ولاد ديك المنطقه جاو، وتخيل معايا كاملين جاو مني، بداو كيقولوا نزار حنا معاك حنا هادي. الملولي طبيعه الحال خاف، ركب في السياره ديالو، قال لي نزار طلعت شويه، قال لي راه فيا من فرتكم بثلاثه فرتكم باربعه. نقول لي فازك لي ملولي، هاد الهضره هادي علاش ما قلتيهاش ملي كنت برا؟ علاش دخلتي للطوموبيل عاد قلتيها؟ قلتي تقدر دابا تطلقها على كل شيء، ولكن انا راه ما غنطلقهاش عليا، لان داكشي اللي كدوز انت انا دوزته وباقي حد الان كندوزه. فماشي مشكل، بدلنا البلاصه باش نبعدوا من الدري، مشينا لواحد اسميت مازال ديك البلاصه عزيز فانتسن حتى انا ما مخالطش بزاف. المهم اللي نقدر نقول لكم مشينا لواحد البلاصه حدا البحر، مشينا صافي نزلنا بحال هكا. جا داك الحكم اللي غادي ينظم لنا المباراه، والله عمرها دار تحيتي لي من هذا المنبر. صافي بدا لينا. انا صراحه ديك الساعه يعني من حي التريكوك وبان لي صحيح، صراحه ما غاديش يمكن لي نكذب. انا قلت صافي نزار غادي تموت بالعز ديالك وغادي تفرشخ بالعز ديالك، ولكن ما تخليش ديك الصوره ديال الملولي بيطقك في وسط مدينتك. يعني تخيل معايا غير ديك اللقطه ملي غادي تكون انت والملولي، راه انا ديك اللحظه كنت واخد كان مرتبه انتحار، ولكن دابا ما عنديش مشكل وخا نعاودها معاه، ما عنديش غرام ديال المشكل. عبرت وعرفت عرفت 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 كيفاش داير. ما بدينا الكومبا اقسم بالله العلي العظيم الا السيد باغي يطيحني بالكاو، اقسم بالله العلي العظيم ما كذبت عليك. يعني السيد كنشوفه كيدير فيا هكذا وحاقد عليا، كيشوف واحد العدو اللدود ديالو. يعني تخيل معايا الضربه الاولى اللي جات في رجلي، انا قلت هادشي راه صرحت في المنابر الصحفيين، ما رجع ديك الرجعه تاع بحال هكا، جات في الخو، والله القسم الا الرمله اللي كاينه في رجلي دازت لي من عينيا. ماشي مشكل، شو قلت نزار تبت راسك وعرف شنو غادي دير. بقيت شاد معاه بحال هكا، شويه دوز ليا بوحده على وجهي، جاب الله رجعت اللور عاوتاني ودازت في الخو بحال هكذا، يعني البرد ديال البنيه ديالو دازت ليا في عينيا. شنو مازال غير واحد القضيه اللي ما حملتوش فيها، هو انه كيخرج في اطار قانون المباراه. يعني ملي كنرجع اللور كنطيح، علاش كنطيح؟ كنتعكل، ملي كنتعكل نورمالمون خاص يوقف، فهمتيني؟ هو شنو كيدير؟ كيطلع وكيبغي يضرب، وتا البنيات ديالو كيحمر الوجه، يا ودي اللي باغي تحدى ريكو يا ودي، ماشي مشكل. صراحة الضربة ديالي أنا هي اللي طيحته في الأرض. الخلاصة ديال المقابلة السيد السيد فيها القميش، في غير القميش أقسم بالله العلي العظيم. وتخيل معايا دابا، شوف وريهم الضربة الله يرحم لكم بها الوالدين، واش كون كان ريكو دابا اللي درت معاه وضربني هذه الضربة هذه في غالب الأحيان غادي يطيحني، والملولي فاشل. اقسم بالله العلي العظيم ما كذبت عليكم، هو فاشل لواحد الدرجه ما تصوروش. انا ما عرفتش دابا شنو كان قال لك عقلك ملي بغيتي تحدى ريكو. يعني انا ما عييتش، ما عشت بدا كيطرطب بحال هكا، درت ديك فرانت كيك ولا مارشيس بيزا، ضربته للكرش طيحته. مع طيحته السيد حقد عليا ديال بصح ناض باغي يضربني، جال عليا بحال هكذا. صافي خشيت واحد الديريكت هنا، عارف اللي هو خشيت واحد الديريكت هنا، الجهد ديالي جمعته في هاد الجهد وانا ندير بحال هكا ويمشي لي الكتف. صافي نقول قلت حبس كتف مشى ليا. بدا كيقول لي الملولي بديك اللغه ديال فاس، مع تحيه لولاد فاس، انا هادي انت هادي جتيني مع الصباح، هذيك الهضره ديالو انا ما كنفهم فيها والو، عند واحد اللغه ديالو بوحدو. قلت له سي محمد، قلت له باطر هاري،
لدبابه بشريه ونهار تهرس ملي تقابل معاريكو راه تحبسات الكونفا. السيد لا شنو دار؟ خرج معايا من طايفيه ديال الزنقه اقسم بالله العلي العظيم راه الفيديو شتيها عزيز. السيد شنو دار؟ انا مريح بحال هكا الحكم حقاش الحكم ولي كيقول بداو بداو ما تبداوش ما تبداوش. الحكم ما قالش بداو. شويه مع ديك التلفيته اللي كنت لفت بحال هكا كيف هي الملولي زرب عليا بواحد هاد اللعيبه ديال بحال هكا ما كنعرفش السميه ديالها المهم دابا حيت ما سخون ما والو. جاب الله دورت راسي بحال هكا جات لي في الكتف فهمتيني والضربه ديالو فاشله وكنعاود نقولها لكم عاوتاني كون كان ريكو اللي ضربني هاد الضربه هادي واش كنت غنكون واقف بحال هكا من هنا كتبين بان الملولي راه فاشل الملولي انا اللي تكون بيت معاه نكمل لكم. ما رجعت بحال هكا السيد شو كيدخل لي يعني ديال بصح مع ديك الدوره دخل لي واحد هنا ودخل لي واحد هنا بكامل بكاع الجهد ديالو ما عادش السيد دار بصح وانا نشدو بحال هكا راه الفيديو شتي ما عادش شديته بدا كيدير بحال هكا علاش كنقول في خاطري يودي الملولي اللي باغي يتحدى ريكو يودي علاش درتي داك التصرف الخبيث الملولي واش ما رضيتيش واش ما رضيتيش حيت نزار شد معاك واحد القضيه اللي باغي بلاتي هاد المساله اللي باغي نقولها واحد القضيه ملي كنا كنتكون فوق قال حتى شي واحد ما يصور اقسم بالله العلي العظيم ولكن تلقى الدراري اللي جابوا الطوموبيلات ديالهم اذكياء صوروا داك الشيء كيف داز حقاش هادشي كون صرحتو غيخرج هادشي كون كل ما تجي كون ما تسجلش عندي غيخرج يقول لكم هادشي غير كذوب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.